كنتي لابسه وحش او انتي لابسه مفتوح او انتي مبينه شعرك وغيرها من التبريرات. المهم البنات قرروا يتكلموا على تيك توك وعلى انستجرام وتويتر وفيسبوك. بدأت كل واحدة بقى ايه اتشجعت بقصة مدوسة طلعت على السطح اليومين دول، وكل واحدة تقولك، وبدأت انها تقول انا تعرضت للاعتداء والتحرش والاغتصاب. كانوا بيعملوا ايه؟ راحوا منزلين صورة مدوسة وتكتب ايه مثلا خالي مدوسة رئيسي في الشغل، مدوسة المدرس، مدوسة الجار، مدوسة مش عارف ايه، عشان ده النيك نيم زي ما تقولوا بتاع موضوع اللي حصل مع البنت. وما قدرتش ما يعني ما قدرتش اقول انه المجتمع المفروض ان هو يلاقي حل، لان احنا مش ما دورناش على حل قبل كده. التويتات اللي نزلت عايزه اخدكم واقول لكم 85 مليون بنت حوالين العالم حصل منهم الترند ده على تويتر، لانهم كانوا بيقولوا بقى تشجعوا، ومنهم بنات في مصر هنا اللي اتكلموا عن اعتداءات حصلت وما قدروش يتكلموا عنها لسنين طويلة وفضلوا عايشين شايلينها ومتعايشين معاها. لكن مش كل الناس اتفقت على ده، في ناس قالت مش صح ان احنا نطلع نتكلم، وناس قالت للبنات انتم اللي بتدمروا الاسره والمجتمع بكلامكم ده، يعني بتبينوا المجتمع ان هو مش سوي وانه ده ضد الحقيقه، وناس بتقول انه البنات دي لما عملت كده ادوا الناس فكره مش صح عن مجتمعنا واظهروا كانه مجتمع من المختلين المتحرشين. وتحول الترند لحاجه تانية كل ناس بتسال عليها، هو المفروض نقول للأطفال خلي بالكم من التحرش ولا ما نقولش؟ نعلمهم من وهم أطفال إن في حاجة اسمها تحرش ولا ما نعلمش؟ وهل نقول لهم على حاجات كتير قوي أنا مش عايزة إن أنا أدخل فيها دلوقتي في المقدمة بتاعتي، عايزة أخش في نقاشي على طول. وخلوني أحرب بضيوفي، أنا معايا النهاردة عشان نتكلم في الموضوع ونحاول إن احنا نوصل لحاجة منطقية في حل، معايا دكتورة رندا الطحان الأخصائية النفسية. أهلا وسهلا، أهلا بيكي دكتورة رندا. أهلا بيكي. ومعايا دكتورة رضوى سعيد، أهلا بيكي معايا، رئيس قسم الصحة الجنسية في الجمعية العامة العالمية للطب النفسي. العالمية للطب النفسي. طبعا انتوا فهمتوا من اللي انا قلته على الموضوع بايه بالظبط. خليني ابدأ بالدكتورة رضوى. ليه المجني عليها دايما هي اللي بتدفع الثمن، اللي هي اللي بيتم التحرش بيها، هي اللي بتدفع الثمن دايما؟ يعني اللي بيعمل كده بيهرب، بيجري، بيستخبى، بيكرر عملته لانها ما بتقدرش انها تقول. اتفضل. حضرتك طبعا ده مش في كل المجتمعات، يعني ده طبعا خلينا نقول على المجتمع المصري، المجتمع ده اللي يهمنا للأسف بلدنا. هو مشهور بانه لما واحده بيتم التحرش بيها في الشارع، اول واحده بتهرب المتحرش الستات الكبار، تقول لبنتي خلاص سيبك منه، وبتهربه علشان ما يتقبضش عليه، بتشوف فيه ابنها، بتشوف فيه حد من الذكور اللي هي بتحبه. فحماية الذكر ده شيء الحقيقة متوارث عندنا، وإنه الذكر له الحقوق وله الأهمية. وأنا بقول هذا الكلام لحضرتك، لازم برضو ناخد في الاعتبار أنه فعلا الذكر ما هواش المخطئ في ده. يعني أنا ذكرت الست الكبيرة اللي هي الأم اللي ربت الذكر على أنه له كل الحقوق، وعلى أنه هو اللي بيتخدم، وعلى أنه عادي أنه هو يخون زوجته، وعلى أنه عادي أنه يتحرش أو يخش في خصوصيات أخريات من الإناث اللي هم مباحات. فمين اللي ربته على هذا الكلام؟ مش أبوه، لا أم،
امه اللي سمحت له بده. فهنا المسؤول على الجريمه دي الحقيقه هي الست مش الراجل، لانه الست القويه بتقول لابنها، الست اللي قامت بتربيه هذا الشخص المتحرش، والست اللي واقفه في الشارع، والست اللي واقفه جنب اللي بيتم التحرش بيها. فهنا مفيش اي مبرر ولا اي تفسير ولا اي قبول ولا اي حاجه تقول انه ينفع ان اي شخص، وهنا بقول شخص لانه ممكن تكون انثى بتتحرش بانثى، ذكر بيتحرش بذكر، وده بيحصل، بنشوف ذكور بيتحرشوا باطفال. فاحنا هنا التحرش الحقيقه كلمه واسعه ولا تنطبق فقط على رجل لانثى، مهم جدا توسيع المساله، وما بترتبطش بس بانه واحد في مكان معين، ده زي ما حضرتك ذكرتي ممكن يكون الرئيس، ممكن يكون حد من الاقارب، ممكن يكون حد من المره، ممكن يكون اي حد، جار، بياع، اي حد يا فندم، او حد واقف جنبها وهي بتركب الباص، بتركب الميكروباص، او جارته، او جارته اللي اكبر منه في السن وبتتحرش بيه. انا بيجي لي حالات كتير جدا. انت عايز تقولي انه في يعني التحرش مش راجل لست، ممكن ست الراجل. بالظبط يا فندم. بس الراجل يقدر يدافع عن نفسه، لكن الست لا، معلش، مش حقيقي. الله، مش حقيقي. ازاي؟ بناء على العياده اللي بقوله لحضرتك، انه لما بتكون الست اكبر قوي في السن وهي بتستغل يعني انه طفل او مراهق هو لسه ما يعرفش، وتتحرش بيه ويجد نفسه في موقف هو مش عارف، هو كمان خايف من الفضيحه، هو كمان مش عارف يحكي. فهنا التحرش يا فندم مغلوب على امره. بالظبط كده يا فندم. وانه الطفل لو واحد، بس ده اقل يعني، دي حالات اقل بكتير جدا من المتحرش بواحده. مفيش يعني مفيش احصائيات، الاحصائيات اللي اتعملت عشان نبقى بنقول كلام علمي من اللي بنسمعه، مفيش احصائيات. بالظبط كده. ده مترند اهو، 85 مليون دي. انا عايزه اقول لحضرتك المقدمه الرائعه اللي حضرتك ابتديتيها، في قبلها كمان قبل ميدوسا في ميتو. احنا ما ينفعش احنا نغفل ان إيه ميدوسا بقى دي نحكيها دي. لا، ظاهره ميتو لما احد فنانات هوليوود المشهورين جدا، مش قادره اتذكر مين بالظبط، كانت انجلينا جولي او مين من الممثلات، طلعت وقالت انه المخرج او الشخص اللي يعني قدمها للسينما قبل ما يقدمها للسينما تحرش بيها وهددها، وكانت متجوزة وجوزها اتخانق معاه، وكانت أول واحدة ابتدت ترند ميتو. ثم انبرت بقى عدد رهيب من الفنانات، فنانات هوليوود يحكوا نفس القصة، وبعدين ابتدوا بقى الفتيات العاديات يحكوا نفس القصص. فهو قبل ميدوسا في ميتو. وفكرة الفتح، فكرة ان انا بأشارك المجتمع الصدمة النفسية اللي تعرضت لها والتي لم استطع البوح بيها لسنوات طويلة جدا، وعايشة بنام وبصحى مش قادرة استحمل ان انا مش قادرة أقبل نفسي، مش قادرة أقبل جسمي، مش قادرة أمارس علاقة طبيعية مع الشريك، لأنه أنا حاسة أن أنا ملوثة، حاسة أن أنا مش أنا، ما بقتش مكتملة. فالتداعيات بتاعة الصدمة دي ممكن تعيش سنوات يعني طويلة جداً. يعني أنت مع الفتح والكشف؟ أنا مع ما يناسب الضحية. طب إيه اللي يناسب الضحية في مثل هذه الأمور؟ ده بيختلف. يعني بعض الضحايا بيرتاحوا او بيتحسنوا اكتر لما بيتم الفتح، حتى لو عن طريق السوشيال ميديا. بعضهم لا، هو محتاج يعمل ده في ظل مظله علاجيه مع معالج يقدر يتفهم ويعالج.